ومن هذا المكان أريد أن أبين لكم وأبين لكل مسلم يبلغه صوتي حقيقة ما دار في غرة شهر جمادى الأولى من عام 1406 للهجرة. سافرت مع مجموعة من مشائخ العلم إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة وجهها إلي معالي وزير العدل السعودي. وفي اليوم الثاني ليوم المغادرة من هنا توجهت مع المجموعة إلى مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز صاحب الفتوى، وقد كنا ونحن نسعى إليه تدور في أدمغتنا أمور شتى تتعلق بالأمة الإسلامية ومصالح المسلمين نريد أن نبحثها معهم، ولكن ما كدنا ندخل مكتبه ويلتقي بنا حتى دخل بنا إلى حجرة ضيقة مع رجل واحد من أصحابه فقط والمجموعة التي كنت معها، وهناك بدأ يتحدث عما سمعه من فتواي فيما يتعلق بالرؤيا ويتعلق بخلق القرآن، وقال إن عليكم أن ترجعوا إلى عقيدة الحق، فإن الإباضية والمعتزلة والشيعة والخوارج والأشعرية في مسألة الصفات والأسماء هم ضالون مضلون، فيجب عليهم أن عليكم أن تتخلصوا من عقائدهم وأن ترجعوا إلى عقيدة الحق. وأخذ يتهجم على المسلمين كأنما الحق حصر فيه وفي من تبعه على رأيه، وكأن من تحت السماء ومن فوق الأرض الكل من أهل النار ما عداه وما عدا من وافقه على رأيه. فأجبته شاكرا على هذه النصيحة، ثم قلت له إن هذه القضايا الخلافية لكل أحد فيها حجته ولكل أحد فيها دليله، والخلاف فيها ليس وليد الأمس واليوم، وإنما هو منذ قرون متطاولة. وما دمتم تريدون توحيد هذه الأمة على عقيدة واحدة، فإنني أقترح أن نلتقي في حرم الله سبحانه وتعالى بجوار الكعبة المشرفة، حيث تعقد ندوة لحوار هادئ هادئ بعيد عن كل تشنج وكل انفعال، على أن يكون هذا الحوار مفتوحا لكل من أراد أن يحضره، ومفتوحا لمراسلي وكالات الأنباء الإسلامية وغيرها لنقل وقائعه إلى القراء، وأن تنقله إذاعة صوت القرآن بمكة المكرمة والتلفزيون السعودي، ويسمح لكل إذاعة في العالم ولكل محطة تلفزيون في العالم بنقله عبر الأقمار الصناعية، ليكون النقاش تحت سمع العالم وبصره. فأجابني بأن في هذا إشاعة للبدعة وهذا أمر لا يجوز، فقلت له لا، إن في هذا قضاء على البدعة، فإن البدعة عندما تتضاءل شبهتها أمام حجة الحق لا يبقى لأي أحد عذر في التعلق بها. فقال لا. قلت له أرأيت أن لو جاءك يهودي أو نصراني أو صاحب مبدأ آخر وجادلك في الإسلام
أما كنت توافق على النقاش العلني؟ قال نعم، لأن في ذلك دعوة إلى الإسلام. فقلت له وفي هذا أيضا دعوة إلى الإسلام النظيف الخالي من البدع والشبهات. فقال إن أصحاب البدع لا ينفكون عن بدعهم مهما كان الأمر. قلت له لقد تبين ذلك من موقفكم الآن الذي وقفتموه. وأخيرا بعد أخذ ورد أصر الشيخ إصرارا على موقفه الرافض لما دعوته إليه. فقلت له إن هذا الإصرار لا يمكن أن يفسر إلا أنه إفلاس من الحجة وعجز عن إقامة البينة، فإن صاحب الحق لا يكون هيابا ولا جبانا، بل صاحب الحق يجرؤ على إظهار الحق الذي يعتقده. وخرجت من عنده وهو غضبان، فأعجب لماذا يصر سماحته على الرفض إن كان يعتقد ما عنده هو الحق وما عند غيره هو الباطل، ولماذا يشنع من وراء الجدر إن حجة الحق يجب أن تكون ظاهرة جلية لا تواريها الجدر.